الاساس بشكل عام يعني، مو انه بشكل عام يعني. فيك تمشي انت ما عليك. ايه رح اجيب لك حدا. ايه الميزة في هذا العام مثلا الوزارة استقلت بجناح خاص إلها لحالها لإظهار مواقع عملها من جمعيات خيرية ومن وحدات إرشادية ومن أمور أخرى. السجاد اليدوي السوري سجاد قديم، جينا طورنا العمل وطورنا السجاد، نقلنا من قضية السجاد الأرضي إلى الناحية الصمدية، لكن الناحية الصمدية أدخلنا عليها ثقافتنا وعلمنا أنه عملنا مشروع يحوي كل تقريبا سوريا، 14 محافظة أخذنا من كل محافظة معلم تاريخي وجسدناه على لوحة جدارية بحيث تعكس عمق تاريخ سوريا في هذا الموضوع وتبيان مهارة المرأة السورية في هذا الفن وفي هذا العمل وأظهاره. وأهمية المعرض، أي معرض بالعالم هو تظاهرة اقتصادية، هو أنك تقعد تحت الضوء، هو أنك تكون أنت موجود. أهمية المعرض أنك أنت تأخذ منه وتعطي بنفس الوقت. أنا شو رح أستفيد من المعرض كعارض؟ أنا رح أزور بعض الأجنحة اللي عندها باختصاصي، ممكن أخذ رسمي، ممكن أخذ طريقة، ممكن كذلك الأمر العكس هذا. إلى جانب أنا وتبكون بالمعرض، المعرض هو رح ينقلني، هو رسالة لبرا، رسالة اقتصادية، رسالة سياسية، رسالة اجتماعية، رسالة مهنية. مهندس السودان، مدير مركز التنمية الريفي في ألتون الجرد. منتجات هي منتجات مع السجاد اليدوي، منتجات المشاغل التريكو الصوف اليدوي أيضا، بالإضافة إلى الخياطة، مشغل الخياطة موجود لدينا. أهمية المشاركة هي من أجل تحقيق التنمية، تحقيق التنمية بكافة أشكالها، خاصة وجود تأمين فرص عمل، عشرات من فرص العمل لذوي الشهداء الجرحى المخطوفين، بالإضافة أيضا للوافدين موجودين ضمن المركز. تأمين هذه الفرص العمل أدى لتحقيق حالة اندماج ما بين المجتمع الوافد والمجتمع المحلي أيضا. علا محمد، أمانة سر، مؤسسة بصمة شباب سوريا. المرصد السوري للعمل، هلا نحن بالتشارك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمؤسسة بصمة شباب سوريا، بالتشارك مع مرصد سوق العمل كمشروع توظيف، نحن بنعمل تدريب وتأهيل للشباب اللي ما عندهم خبرات لحتى يكونوا قادرين انه ينخرطوا بسوق العمل بطريقة افضل.